اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. وايشو والحنفي في البيت الكبير ده دايما كل اسبوع بيكونوا معانا علشان نتكلم اكتر عن كاس الامم الافريقيه وعن النادي الاهلي. طبعا كالعاده يعني دايما بيكون معانا النادي الاهلي حاضرا في كل شيء. ازيك يا حنفي؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ كله تمام كابتن. الحمد لله. ازيك يا ايشو؟ اهلا بيك يا كابتن. كله كويس؟ كله تمام الحمد لله. الاول قولوا لي رايكم في مستوى اداء منتخبنا في الثلاث مباريات بقى بشكل عام. ابدا بك يا حنفي اتفضل. بشكل عام يا كابتن المنتخب ما قدمش الاداء المنتظر منه واللي كنا متوقعينه قبل البطوله. المنتخب في ماتش نيجيريا قدم اداء سيء جدا. ما عملناش اي حاجه تقريبا، ما رحناش الماتش. نيجيريا كنا مسهلين عليها الجيم في كل حاجه. رحنا ماتش غينيا بيساو ما ظهرناش برضو بالشكل اللي كان المفروض نظهر بيه قدام فريق خبرتهم محدودة جدا في البطولة. سبع مباريات اللي شاركهم غينيا بيساو في البطولة كلها وتعادل ماتشين، ده تاريخه في البطولة كلها. فأدائنا ما كانش هو المنتظر قدام غينيا بيساو. أيوه. بس بدأنا ناخد الثقة شوية بفوز يمكن كان صعب شوية. حتى جينا ماتش السودان الشوط الأول قدمنا ماتش فوق المتوسط، الشوط الثاني ما كانش أفضل حاجة برضو، ولكن المجمل مش ده الأداء المنتظر من منتخب مصر. كنا مستنيين أداء أقوى من كده من منتخب مصر طبقا للفريق اللي موجود معنا والإمكانيات اللي موجودة مع منتخب مصر. أي طيب احنا كنا مستنيين برضو أصلا أن منتخب مصر يمشي بنفس السيناريو منتخب نيجيريا. يعني منتخب نيجيريا هو اللي أخذ العلامة الكاملة، يعني هو المنتخب الوحيد لغاية دلوقتي في أمم أفريقيا اللي أخذ العلامة الكاملة. بالتالي احنا كنا عايزين كده. احنا الجيل ده بالأسماء الموجودة أكيد هو لا يقارن بالجيل الذهبي، لكنه مازال من الأفضل في أمم أفريقيا الحالية. بالتالي أنت لو بدأت أساسا أمام نيجيريا بشكل جيد وحتى تعادلت، يعني مش هنقول حتى كسبت المباراة، ده حتى التعادل كان هيديك حتى أفضلية نفسية من المباراتين الجايين. لكن للأسف أنت يعني احنا ممكن نقول كده احنا اصلا اللي ركبنا نيجيريا البطوله دي. نيجيريا بعد الفوز علينا بقى عندها حافز قوي جدا انها تاخد العلامه الكامله كاول فريق، وتبقى اصلا غالبا هيكون الوحيد اصلا اللي اخذ العلامه الكامله. بالتالي احنا السبب في السيناريو ده. لان انت برضه على فكره برضه حتى مثلا احنا ادائنا قدام النهارده نيجيريا كسبت يعتبر مريح كذا لعيب وكسبوا برضه بسهوله جدا. لكن احنا امام السودان اللي هو مع كامل احترام الاشقاء طبعا لكنه منتخب يعني احنا كسبناه اصلا خمسه قبل كده، يعني من الناحيه الفنيه يعني. فاحنا بنتكلم فنيا احنا قدام فريق يعني سهل فنيا لكن احنا كسبناه برضو بالعافيه. بالتالي انت بس ضيعت النهارده افضل الحقيقه، ضيعت الشوط الاول. ضيعنا الشوط الاول شوط، ما هو مش معقول احنا نلعب شوط. على فكره برضه حتى انا بقارن احنا بنيجيريا، ما هو انت عشان تقارن نفسك شوف انت كويس ولا لا، بتشوف مثلا انت عملت كام فرصه قدام السودان ونيجيريا عمل كام فرصه. نيجيريا راحت ب 17 كوره، انت رحت ب 11، ففي برضه في فرق في يعني جوده الفرص وحتى التمريرات. يعني مفيش كده خطوره حقيقيه للمنتخب، ما تحسش انت هتكسب سكور، لا انت كسبت 1-0 والحمد لله على كده. يعني نفس برضه الماتش اللي فات هي عموما بطوله يا كابتن خارج التوقعات. يعني كل طبعاً المنتخبات الكبيره بتعاني في البطوله. في كان الكاميرون 2021 الجزائر بتعاني، السنغال لعبت ثلاث ماتشات فشلت ان هي تسجل غير في اول ماتش قدام زيمبابوي في الدقيقه 93 من ضربه جزاء. المغرب الى حد ما هي اللي ممكن نقول المنتخب الكبير، هو ونيجيريا والكاميرون اللي قادرين يواجهوا شويه الظروف اللي بيعيشها المنتخبات في الكاميرون. الظروف صعبه، خلينا نكون متفقين على ده. ملعب، اجواء، امكانيات موجوده، فنادق، دي صعبه. فدي مخليه البطوله شويه المنتخبات الكبيره مش قادره تواكب دوت، مش قادره تكون في المستوى المنتظر منه. السنغال مستوى مفاجئ بالنسبه لي، الجزائر هكذا، منتخب مصر هكذا، كل المنتخبات او غانا طلعت. اغلب المنتخبات اللي كان منتظر منها اداء كبير لحد دلوقتي هي ما راحتش الكان. طيب ايشو لو جينا نبص على منتخبنا الوطني في المرحله الاولى، لو اخترت لاعب يبقى افضل لاعب هيكون مين؟ مفيش حد بجد، يعني مفيش اي لاعب ولا واحد ولا واحد بمنتهى. يعني انا مش عايز اختار كده مجرد الاختيار. مع كامل الاحترام للجميع انا مفيش حد اقنعني ان هو يعني انا مش شايف مثلا اختار الشناوي، يعني اللي هو مثلا شالنا مثلا ماتش نيجيريا. لا ما يعني ما عيب، يعني عيب يعني زي برضو عيب النهارده ان احنا قدام يعني قدام السودان وان هو طالع برضو رجل المباراه احمد حجازي. لو مجرد بس كده كام استخلاص كام حاجه يعني ايه تلاكيك فنيه، يعني دي بالنسبه لي انت بتقعد ايه بتتلكك عشان تختار رجل المباراه. لكن فعليا احنا ما فيش لاعب كده فرود، اللاعب كده اللي هو انت يعني مميز جدا لفت الانظار. انت النهارده مباراه كل عمال يتكلم مين يا ترى احسن لاعب. يعني احنا اصلا انا مش مقتنع بصراحه، يعني انا مش بقلل من احمد حجازي، هو الفكره اصلا هو اصلا ما فيش اختبار، ما فيش ضغط اصلا من المنتخب السوداني. هو كورتين، كره مرتده في الدقيقه 2 وكره ثابته اللي هي اصلا انقذها الحمد لله يعني الشناوي يعني بوشه يعني.
فده الفرص. فين بقى هنا او اكيد رقميا هو عمل بس ما فيش نص الملعب. الشناوي مستوى يعني من رايي انا هو فعلا حاليا ماتش نيجيريا احسن لاعب في الثلاث ماتشات كمجمل. الشناوي في ماتش نيجيريا انقذنا من نتيجه كبيره جدا جدا كنا ممكن نخسرها. الشناوي في ماتش غينيا بيساو شال واحده في الدقيقه 91 صعبه جدا صعبه جدا. ما هو انت حاسمة. انت دلوقتي الشناوي النهارده برضو قدام السودان بيشيل واحده برضو صعبه. اللقطات اللي هي بتكون مؤثره في توقيتات صعبه دي بتعلي السهم بتاع الشناوي. بالاضافه في لاعب اخر عاجبني جدا مستواه عمرو السوليه. عمرو السوليه في البطوله دي للبطوله الثانيه على التوالي مع منتخب مصر بعد بطوله العرب بيثبت ان هو عنده اضافات قويه. السوليه لعب في مركزين في البطوله دي لعب سته بالظبط في سته من اللعيبه اللي انا بحس ان هو عنده عبقريه في فكره الدفاع. دايما بيستغل المساحات اللي الخصم عايزها. هو ممكن يكون على مستوى الالتحامات مش افضل واحد في نص الملعب بس فكره ان هو بيستغل المساحات اللي الخصم عايزها دي مبدع فيها عمرو السوليه وده ذكاء منه في مركز سته. اما بيزيد في مركز ثمانيه بيكون ليه مساندات هجوميه مهمه جدا شفناها في ماتش غينيا بيساو وعمل اسيست لمحمد صلاح. فعمرو السوليه لا فعليا هو لاعب مستوى تاني جدا في نص الملعب مع منتخب مصر سواء دفاعيا او هجوميا وبيؤكد فعليا ان هو تطور على المستوى الشخصيه وعلى مستوى الفنيات في الملعب. دي تاني بطوله لعمرو السوليه مع منتخب مصر. على الاقل انا بيثبت لي ان عمرو السوليه من ثلاث مواسم ما فيش لاعب في خط وسط في مصر تقدر تقارنه بيه. عندي تعليق على عمرو السوليه ان هو اصلا رقم 8 مبهر جدا. يعني هو اكيد طبعا هو قدم المطلوب منه في مركز 6 بس انت دلوقتي يعني الماتش اللي فات هو عمل اسيست بتاع محمد صلاح فانت دلوقتي ليه تحطه النهارده بيبدا بيه مركز 6 هو اللي بين عمرو عبد الله السعيد والنني. ليه انت مقتنع وبعدين انت واخد اصلا مع حمدي فتحي؟ يعني هو مع اكيد حمدي فتحي هو مركز 6 وتخلي السوليه ولا هو عشان النني بس مجرد هو محترف هو خلاص يلعب ومحترف؟ لا هو يعني هو الفكره برضو فكره ان هو بيستخدم السوليه 6 لان هو في عدم وجود حمدي فتحي في التشكيله اللي بيبتدي بيها اساسي لتاني ماتش النهارده مفيش لاعب في الثلاثه اللي موجودين يلعب 6 احسن من عمرو السوليه. بالظبط بس عمرو السوليه هو أصلاً. افضل واحد فيهم في 8 وافضل واحد فيهم في 6 لان عمرو السوليه في مركز 6 فعليا بيعرف يستغل المساحات. هو بيتكلم في نقطه ثانيه انت عندك 6 اساسا بتلعب 6 يبقى حمدي يبقى في الحاله دي هيلعب بحمدي في حاله وجود حمدي عشان اقرب للهجوم وجهه نظري يعني في الحاله دي هيلعب بحمدي. لو لعب بحمدي فهو عمرو السوليه وجوده 8 لكن انا بشوف في عدم وجود حمدي فتحي في الملعب والتركيبه اللي بيلعب بها دلوقتي اللي هي عمرو السوليه ومحمد النني وعبد الله السعيد للاسف الشديد هو فيش حد فيهم غير بيلعب 6 وتثق فيه غير عمرو السوليه ده وجهه نظري. 8 اضافاته قويه جدا بس هو الفكره ان مفيش حد في الثلاثه دول بيلعب 6 غير عمرو. عمرو هو اللاعب الذكي اللي تقدر تعتمد عليه في 6 وتبقى مطمن في المساحات. لو شفت الجون الاول بتاع نيجيريا اللي دخل فينا ماتش نيجيريا عمرو السوليه ما كانش موجود في ارض الملعب. مفيش ضغط في نص الملعب على اللاعب اللي خد الكره الثانيه كان فاضي خالص اصلا انني واخد مساحه مش بتاعته بالزبط. وحمدي فتحي كان لسه كان بيعمل تغطيه عكسيه كان لسه ما رجعش ما كانش حد ضغط. دي كوميه عمرو السوليه. لو شفنا اكتر من حاله النهارده والماتش اللي فات عمرو السوليه لا 6 ذكي بيعرف ياخد اماكن هو بيبقى عارف ان دي اماكن مهمه للخصم ودي نقطه مهمه قوي. وثمانية كان اصلا يعني هو مركزه 8 كان هيقرر النهارده هدفه في كادر تشيفز. يعني هو الهدف النهارده الكره اللي طلعت فوق العارضه دي كره كربون من كره نهائي افريقيا. يعني لو نفتكر كده هتلاقي الكره اللي هي شبهها بالظبط شبهها بالظبط كانت يعني هو كان حظه بس كده طلعت فوق يا دوب يعني باقل من يارده يعني. فهو انا اتمنى بصراحه وجود حمدي فتحي خصوصا انت اصلا يعني انت اعتمدت على حمدي فتحي في اصعب مباراه في المجموعات اعتمدت عليه في ماتش نيجيريا فليه انت تيجي في ماتشين الاسهل منه وما تعتمدش عليه؟ يعني انت اصلا عندك 6 باعترافك انت هو الاتقل في المركز ده لما انت تكون مضغوط اعتمدت عليه فما تعتمد عليه وخلي السوليه 8 في مركزه الاساسي. السوليه هو اللي بيحرك اللعب يعني احنا طيب واحنا بنتكلم طبعا دي ارقام مباراه مصر والسودان برضو مصر 13 ركنيه لمصر والسودان 3 محاولات مصر 11 منهم 4 بين الثلاث خشبات والسودان 8 بينهم 2 بين الثلاث خشبات. الاكس جي الاهداف المتوقعه لمنتخب مصر 1.47 والسودان 2.82. الاستحواذ 61 لمصر و39 للسودان. عرضيات 32 مصر منهم 10 بشكل صحيح والسودان 11 ولا واحده بشكل صحيح. المراوغات 28 منهم 15 بشكل صحيح لمصر 17 مراوغه منهم 10 للسودان بشكل صحيح.
تمام، ارقام جيده الحقيقه للمنتخب المصري. الارقام جيده بس ما انا بقول لك لما تقارن حضرتك بمباراه نيجيريا. لا بص انا دايما واقعي، انا بحب الارقام. بما انك بتتكلم عن ارقام يبقى ما ينفعش نكذب. هو بالفعل ده احنا مش بنكذب يعني، بس ما ينفعش نقول حاجه مختلفه حتى لو هي صح. في احسن من كده يعني، انا مش بقول ده وحش بس ده احسن ماتش قدمه منتخب مصر يعني في امم افريقيا. هو ده هل ممكن يكون ان المعسكر طول شويه ولا؟ انا دايما بشوفها كده. النهارده الماتش الاستحواذ من اكبر الماتشات او من اكتر الماتشات انت خدت معاك فيها استحواذ اكتر من نيجيريا اكتر من غينيا، احنا وصلنا في وقت في الشوط الاول ل 75% استحواذ. اوكي دي برضو نقطة إيجابية إن المنتخب كان بيستخلص الكرة بسرعة بمجرد ما بيفقدها في الشوط الأول. كروش ما عملش حاجة جديدة أو ما حاولش إن هو يبتكر حاجة. الفكرة كلها إن هو عمل باك تو بيزكس، رجع هو الفكرة كلها في آخر ماتش. كان بيلعب النهاردة كان بيلعب 8 المفروض جنب عمرو السولية. 8 شمال، أنت شفته إزاي؟ ناحية شمال. هو 8 شمال. وأنا معاك إن زيزو، أنا معاك إن زيزو فعلياً في المكان ده ممكن يكون افضل، او ممكن تلعب بحمدي فتحي 6 وتلعب بالسولية. كان بيلعب ايه؟ هو 8 مين؟ كان سهل على فكره يعني. لا مش عايز ارقام، كان بيلعب ايه في الملعب؟ هو بالنسبه لوجهه نظر كروش 8 بادئ بيه 8 جنب عمرو السولية يعني. هو 8 هو بيملي، هو كده هو عبد الله 8 في مركز يعني 4 3 3، فهو من الثلاثي في خط الوسط ده هو 8 مايل ناحيه الشمال. 8 ناحيه الشمال ده مركز توصيفه في الملعب. هي اما تيجي اما نقول اما تيجي في مثلا في وجهه نظر واحده، احنا في اول بطوله كنا بنعاني من وجهات نظر كتير. برضو نفس الكلام محمد شريف، انا مش قادر افهم ليه محمد شريف ما بنحاولش ان احنا نستفيد منه. هنحتاج شريف، انا بقول مستر كروش هنحتاج شريف. شريف مهاجم مهم جدا في المساحات الواسعه، ما تفكر تلعب كوره على الارض هتحتاج محمد شريف. مصطفى محمد ايجابي اكتر في فكره لما تكون بتلعب عرضيات كرات عرضيه، ولكن محمد شريف اما تكون عايز تلعب كوره على الارض شريف ممكن تستفيد منه. على الاقل شريف خيار تاني معاك. بس برضه النهارده شفنا مروان خيار تاني. النهارده شفنا مروان المباراتين السابقتين، هل ممكن المدير الفني يغير خياره من من المباراه للثانيه؟ مش عارف، هل هو كان بيجرب مثلا شريف الماتش اللي فات وبيجرب مروان الماتش ده؟ بس الفكره ان هو معاه مهاجم هو عارف امكانياته ايه، وعارف بيضيف ايه في الملعب، وعارف هو ممكن يستخدمه امتى. فانا مستغرب مش عارف ليه شريف بعيد. عاجبني جدا برضه كابتن محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم عامل يمكن ظهر في اول ماتش مكان اكرم توفيق باك يمين، ظلم مستر كروش ظلم محمد عبد المنعم في المركز ده، لان محمد عبد المنعم سنتر باك ما بيلعبش باك يمين خالص. ورغم كده عجبني، عجبني فكره ان هو ما بيحاولش يعمل حاجه اكبر من امكانياته. محمد عبد المنعم النهارده وفي ماتش برضو غينيا بيساو مدافع هادي، هادي عنده قدره دايما ان هو يطلع بالكوره بشكل هادي في التحامات. ويمكن دي ارقام محمد عبد المنعم، استخلص الكوره 14 مره ما فقدش الكوره ولا مره، استلم الكوره 27 مره بنسبه 100%، وبعد كده اللي هو تمريرات صحيحة 42 بنسبة 100%، ومحاولات على المرمى واحدة وسجل هدف. فمحمد عبد المنعم عيشه عجبني، عجبني ثقته في نفسه، عجبني ان هو دايما واخد باله من المهاجم اللي قدامه، سايب المساحة الكافية ان هو يقدر يتعامل معاه. التحاماته الهوائية جيدة جدا النهارده، استخلص التحام هوائي. اعتراضاته التحامات على الأرض جيدة برضو، مدافع مبشر جدا جدا، إن شاء الله بإذن الله يكون تدعيم قوي للنادي الاهلي باذن الله. بيشو محمد صلاح النهارده انا شفته بشكل يعني اقل من المباراتين حتى اكيد صدقتي. اكيد خصوصا المباراه اللي فاتت، يعني احنا اول مباراه برده ما قدمش حاجه بصراحه يعني. المباراه الثانيه هو يعني راجل سجل هدف وكان برده في كره في العارضه، يعني قدم يعني ممكن نقول قدم اوراع التمدد في البطوله دي بس يعني. لكن المباراه دي كان النهارده في ميس باص شويه، الراجل بيفقد الكره كذا مره يعني، الكرات اللي معاه ما كانش فيه يعني. محمد صلاح عنده النهارده محاولتين، محمد صلاح عمل محاولتين، عمل محاولتين عرضيتين، عرضيات 10 منهم 2 بس صحيحه، الباص 34 باص منهم 41% بس صحيح، استلام الكوره 44 مره، استلم كوره صح 43 منهم، مراوغات 8 منهم 3 بس صحيح، فطبعا فقد الكوره في 5 من المرات، استخلاص الكوره 3 مرات وفقد الكوره 20 مره. فطبعا هو ارقامه مفهوم ان هو طبعا هيفقد الكوره كتير باعتبار ان هو اصلا جناح، فعنده يعني احتكاكات اصلا في الشق الامامي كتير، لكنه برده مش ده صلاح بتاع ليفربول. احنا عايزين صلاح اللي هو من افضل لاعبي العالم حاليا، وده كلام فيفا مش كلامنا احنا يعني. بالتالي صلاح ما قدمش لسه كل اللي عنده، واحنا هنا برده ما هو صلاح قدم اللي عنده، انت يكون عنده وتوفر له اللعبه اللي تبصيله، يعني انت تبصيله الكره في المساحه المظبوطه، وتلاقي اصلا معاه مهاجم. يعني انا برضو ارجع لنقطه المهاجم معلش عشان عندي تعقيب عليها، نقطه محمد شريف. محمد شريف انت واخده
وبعدين تنزلوه في الدقيقه 90 في مباراه نيجيريا. طب يعني ايه تغيير في الدقيقه 90؟ وقت. انا مش فاهم، انت بتضيع وقت بجد. ده اللي انا بتكلم فيه، يعني مش فاهم ازاي انت تغير وتنزل مهاجم في الدقيقه 90 وانت مغلوب، انت استفزاز يعني. انا لو منه مستفز جدا يعني. وبعدين الشوط الماتش اللي بعده 78، طب المفروض ينزل الشوط الثاني بقى من الدقيقه 50 وانت كسبان، فتجربه بقى اكتر، لكن تعمل الكالت اللي هو التويست الغريب اللي بيحصل. والفكره ان هو محمد شريف اصلا مش فكره انت بتجربه، انت عارف شريف، شريف جاي لك هداف الدوري، هداف افريقيا، انت عارف شريف وعارف امكانياته ايه وعارف هو هيضيف ايه. لو انت عارف ان هو هيضيف لك شيء في الجيم فانت اديله بقى وقت يقدر يلعب وينزل ياخد. انا هخبيه بقى وهعمل لكم بيه حركه ما تفهمش. فهو الفكره إيه؟ منزله في الدقيقه 90 ملهاش اي تفسير بالنسبه لي. فكره ان هو برده ما ادالوش النهارده، انا عارف ان هو هيحتاج شريف في اوقات. شريف مهاجم مهم، شريف طبعا. هو احد اهم المهاجمين الموجودين في افريقيا وفي مصر. ففكره انك بتبعده تماما عن الملعب انا مش مقتنع بيها. ولو هو مقتنع بيها ممكن يكون عنده وجهه نظر، مش عارف هي صح ولا غلط. بس مين المهاجم البديل لمصطفى؟ مصطفى محمد على فكره النهارده ما كانش كويس، يعني كنا دايما بندافع ان سيب مصطفى طالما زيزو موجود عشان العربيه. بس النهارده مصطفى فعلا ما كانش افضل حاجه. مصطفى النهارده ما كانش افضل حاجه. صلاح النهارده ارقامه مش كبيره، بس صلاح النهارده حاسه بيحاول، حاسه عايز يعمل حاجه. انت الوحيد اللي في مصر حاسه ان هو بيحاول. انا حاسه بيحاول والله. يعني النهارده صلاح كان بيظهر كتير، بيستلم كتير، بيتحرك بين الخطوط كتير. فكره ان هو فقد الكوره كتير، فكره ان هو حاول على المرمى مرتين، في مره الحارس تصدى ليها، وفي مره جت حصل بلوك من الدفاع. بس صلاح بيحاول. صلاح كل ماتش دايما يا كابتن بتلاقي اي فريق بنقابله، اي منتخب بنقابله، صلاح مقفول يمته تماما. تلاقي الباك لازق لصلاح والجناح بيدي له مساندات دفاعيه، وفي حد من نص الملعب بيسحب نفسه مع صلاح. فهو صلاح دايما بيتعمل عليه بلوك. ولكن صلاح خلينا نقول الماتش ده افضل ماتش اللي قبله وافضل ماتش نيجيريا. نتمنى ان احنا نشوفه في الماتش اللي جاي على الافضل. هو ده المهم بالنسبه لنا. احمد حجازي مان اوف ذا ماتش. ما هو ده اللي بقولك، انا مستغرب اصلا يعني ارقام حجازي. اوكي ارقام يعني اكيد هو الافضل رقميا، لو احنا هنتكلم بالارقام يعني الارقام الاستخلاصات ممكن نعرضها مع بعض. يعني ارقام حجازي استخلاص الكوره 21 مره، 2 تاكلينج، 7 اعتراض يعني بلوك، 2 التحام هوائي، 10 مرات تغطيه باستخلاص، فما فقدش الكوره ولا مره، استلم الكره 28% 28 مره 100% بشكل صحيح، الباص 46 100% صحيح، الاخطاء خطا واحد. فطبعا ارقامه مميزه، لكن انا مش عايز مباراه دي زي دي قدام منتخب السودان يكون هو افضل لاعب عندك هو المدافع. فاصلا مفيش اختبارات حقيقيه ليه. انت مثلا مش عمال يطلع كرات بالعرضيه كتير، ومفيش كرات مثلا بلوكات كتير، لكن احنا منتظرين في ماتش زي ده ان يكون افضل لاعب عندك جناح مهاجم، خصوصا مع كم العرضيات كتير جدا دي. انت منتظر ان انت تلاقي مهاجم يحول العرضيات دي لاهداف. يعني احنا كنا بنقول ان احنا عايزين مصطفى محمد كمهاجم اساسي عشان هو عنده ميزه في العرضيات عن محمد شريف. محمد شريف مش مميز في العرضيات او في الكرات الايه الراسيه. فبالتالي انت حجه وجود مصطفى محمد على حساب محمد شريف الكرات الهوائيه ما اجتش فيها. يبقى انا اتمنى اشوف يعني محمد شريف بشكل اكتر الفتره الجايه. يعني احنا اصلا عايزين الماتشات اللي جايه دي ماتشات صعبه اصلا، فعايزين المهاجم اللي يخلص بقى. يعني بلاش انا دايما حته عقده اللي هو الاحتراف دي انا ما بحبهاش. يعني هو راجل عشان خواجه فهو دايما عنده عقده خواجه برضه. عايز اي حد محترف يتحط، يعني انني ما تحطه عشان ما ينفعش انت مثلا تطلعه وتخلي مثلا السوليه ويبقى معاه مثلا حمدي فتحي. فليه لا، انت شوف الافضل في مركزه، واحنا مش عايزين نجرب بقى. انت مش رايح هتوصل دور 16، وعلى فكره اصلا يعني احنا يعني ما ينفعش يعني هنبارك على منتخبنا عشان تاخد دور 16. ده بالظبط كده زي ما تكون مثلا بتبارك على الاهلي البقاء في الدوري الممتاز. يعني مش منطقيه. احنا اصلا طبيعي نوصل لاكتر فريق في القاره، وصل نهائيات، وصل نص نهائي، ده الطبيعي. لما يعني توصل نص نهائي تبدا تقول بقى والله احنا ممكن نوصل النهائي ولا هنعمل هننافس على البطوله. لكن اللي هو التاهل واحنا دلوقتي خايفين من متصدر المجموعه الثانيه اللي المجموعه الخامسه يعني اللي احنا بنفكر فيها اللي هي الجزائر طبعا. طيب لو الجزائر اللي هنلعب الجزائر او كوت ديفوار او رايك ايه؟ بص هو كيروش كابتن شكله كان عارف حاجه، يعني الراجل دوت اختار كده انه يصعد تاني كانه هو حس ان ممكن سيراليون او غينيا الاستوائيه ماشيه كده ماشيه تكون مركز اول. يعني سبحان الله. لا بس يعني التوالت احسن، التوالت لو متصدر احسن هتلعب. يعني انت نيجيريا هتلعب احسن توالت، فهتبقى احسن لك. احسن لها طبعا. بس فكره التوالت ما ممكن يلبس في الجزائر عادي سهله. يعني ما فيهاش مشكله. احنا بالنسبه لي انا مش فكره تقابل، بس انا ما اتمناش نقابل الجزائر بمنتهى الامانه. فكره انك تطلع تقابل الجزائر، الجزائر لو صعدت من دور المجموعات
هتمثل قوه كبيره. الجزائر منتخب محترم طبعا. الجزائر لازال عنده طبعا. فعليا اقوى سكواد، عنده مدرب قوي جدا، فريق بعتبره لو صعد هو المرشح الاول للبطوله. الجزائر في ماتش جزر القمر او في سوري في ماتش سيراليون قدمت ماتش قوي جدا، وصلت كتير، ولكن في ضغط غني للسويه في ضغط كبير قوي على اللعيبه، ففي بدلك قدام المرمى. يعني لو جينا نبص على في ماتش سيراليون الجزائر وصل استحواذها ل 65%، عرضيات 26، والباص ده سيراليون الماتش الاول والباص 430، الضربات الركنيه 10 والمحاولات 19 19 منهم 8 من 3 خشبات. الاكس جي وصل يا كابتن ل 2.7 من 10. فبيروحوا بس في سوء توفيق قدام الجون، في سوء توفيق كبير جدا وفي ضغط عليهم. فكره ان هو داخلين انتوا المرشح الاول، انتوا اللي المفروض المنتخب اللي 35 ماتش ضغط بتاع السلسله دي كله مظبوط، ده كله حط ضغط عليه بالجزائر. لكن فريق الجزائر كمجمل لا، منتخب قوي جدا. انا اخشى ان احنا نواجهه بصراحه في دور 16. المنتخب الثاني منتخب كوت ديفوار او غينيا الاستوائيه، هي طبعا المجموعه طبعا عقربت، يعني المجموعه كله دلوقتي عنده فرصه يكون اول، مع طبعا مع يعني مثلا الجزائر تفوز فالفرقه الثانيه تتعادل، فبرضه يكون في احتماليه ان برضه الجزائر تكون مركز اول. كوت ديفوار كمان 4 نقاط، فكله عنده فرصه للمركز الاول والمركز الاول اللي احنا هنلعبه. فطبعا اكيد يعني لو صعوبه، خصوصا صعوبه او حساسيه المواجهات، اكيد احنا عندنا الجزائر مش عايزين نواجهها، مش عشان خوفا من المنتخب الجزائري، هو اكيد منتخب طبعا محترم، بس يعني حته الديربي بتاع شمال افريقيا وان احنا طبعا حساسيه مواجهه المغرب بالظبط، فدايما بنخاف من المواجهه دي. هم نفسهم برضو بيقلقوا منها، هم اصلا مش عايزين يطلعوا اول برضو طبعا. يعني هم لو بايديهم ما يطلعوش اول عشان برضو ما يجوناش بدري كده. لكن طبعا اكيد كوت ديفوار اكيد هكون يعني برضو احنا برضو يعني تاريخين كمان علينا برضو عليهم شويه، وبرضو ما بقاش احنا يعني ايه شايلين هم المواجهه دي من حيث العبء الفني. انت هتقابل يعني ايه 11 قصاد 11 وخلاص، ما انتش عندك الخوف من ان ده منتخب عربي بقى يكون بقى فيه التحفيل والكلام اللي احنا عارفينه ده يعني. لكن ده هتقابل مباراه وخلاص فنيه، اللي هو منتخب تقيل وخلاص. فطبعا انا اتمنى طبعا ان احنا ما يكونش مواجهه جزائريه على اساس ان هو ايه اللي هو العبء النفسي بتاع المباراه. بس احنا نتمنى ايشو غينيا الاستوائي، خلينا في غينيا يعني احنا نتمنى يعني الجزائر تكسب كوت ديفوار 1-0، غينيا تكسب سيراليون، واحنا نقابل غينيا. غينيا الاستوائيه غينيا تبقى اول غينيا هتبقى اول، نقابل غينيا يعني ده في ماتش غينيا الاستوائيه برضو يا كابتن، احصائيات كبيره برضو للجزائر. منتخب جزائري بيوصل، بس هي مشكلته قدام الجون. هو عنده فعلا مشكله، رغم ان هو عنده يعني عنده بغداد نجاح، اسلام سليماني، عنده رياض محرز، عنده يوسف البلايلي، عنده اسماء كبيره في الشق الهجومي، بس في فعلا ضغط على اللعيبه دي. اللعيبه دي لو كسبت كوت ديفوار وصعدوا دور ال 16 هتشوف منتخب مختلف تماما. هي هبان ماتش في النتائج، ماتش بكره اصلا النتائج هبان، ماتش اللي هو كوت ديفوار ده اول اختبار بقى. هتشوف منتخب مختلف تماما. ماتش الساعه 6 مش كده؟ ماتش الساعه 6 هم برضو محظوظين شويه ان هم اصلا يعني قابلوا ماتش صعب يعني نظريا في اخر الجوله. احنا قابلنا احنا بدانا بالعكس، وكان المفترض الماتش ده يحدد صداره، دلوقتي هو بيحدد مين هيصعد. بالظبط، بس الاثنين ممكن يصعدوا. بالظبط كده، يعني الاثنين برضو فرق المجموعه دي هتكون منها ثالث اصلا غالبا، يعني غالبا هيبقى منها الثالث صح بالزبط. لانه في النهايه بيني وبينك يستحقوا طبعا المجموعه فعلا محترمه جدا. الاربع الاستوائيه كانت مفاجاه طبعا، محترمه جدا طبعا، فيها منتخبات قويه جدا. طيب اخيرا برضو عايز اعرف وجهه نظركم في مش معقوله مش هسالكم على النادي الاهلي، يعني اكيد طبعا النادي الاهلي ووجوده في كاس الرابطه وتعادل النادي الاهلي مع الجونه وتعادل النادي الاهلي مع الاسماعيلي بتقريبا قطاع الناشئين كاملا في بالزبط. ممثلا في كل اللاعبين باستثناء حسام حسن، محمد محمود، هم برضو مش بيلعبوا اصلا. نعم هم اصلا مش بيلعبوا بشكل اساسي، بتكلم على المقيدين في الفريق الاول وبالتالي مكاسب عديده جدا الحقيقه كسبها النادي الاهلي. وبالمناسبه طبعا انا بشكر كل الجمهور اللي كان بيتكلم على حلقه كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين امبارح، والحلقه الحقيقه كان اهم حاجه فيها كل جمهور مصر والنادي الاهلي يعرف كيفيه التعامل مع قطاع الناشئين عشان نشوف الماتشين دول اللعيبه دي بتلعب ازاي قدام حضراتكم في الماتشين دول. ما كانش همي قوي ان انا اتكلم عن الماتشين اكتر من ان همي خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا والتعب بتاع من اول الكابتن القائد الحقيقه الكابتن محمود الخطيب، ثم لجنه التخطيط، ثم الاداره التنفيذيه المتمثله طبعا في كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين. زي ما حضراتكم شفتوا امبارح الكلام كان عامل ازاي. ف
فانا الحقيقه جالي مسجز كتيره جدا وتليفونات كتيره على بشكور، لكن في النهايه ده دورنا ان احنا نوري لحضراتكم ايه اللي بيحصل في النادي الاهلي وكيفيه التخطيط، مش حاجه داخله كده. ودلوقتي احنا عندنا في النادي الاهلي في قطاع الناشئين بالمناسبه، ودي معلومه انا عرفتها من الكابتن خالد امبارح، انه انت لو عايز تعرف ايشو مثلا ده كان لاعب ناشئ تحت 18 سنه ولا 17 سنه بيعمل ايه، خد دواء ايه، بتدوس تخش تشوف تعرف كل حاجه. فبالتالي لا، دراسه والامور مش جايه كده ان احنا ايه يلا نلعب بشويه ناشئين عشان عندنا شويه ناس تعبانين فنلعب بشويه ناشئين، لا، في دراسه وصلتنا لهذا. كابتن اصلا موسيماني كان بيروح اصلا يشوف المشادي بنفسه، طبعا كان متابع اصلا قطاع الناشئين الفتره اللي فاتت يعني، وكلنا عارفين الكلام ده. فهو طبعا يعني المباراتين دول يعني كشفوا لنا ان احنا عندنا قطاع ناشئين ومستقبل كويس جدا النادي الاهلي، يعني هيساعدونا جدا في البطوله دي اصلا، ده مكسبها يعني، مكسب البطوله دي احنا اصلا اللي صدرنا للناس النادي الاهلي فكره ان هو البطوله دي للتجريب. انت ما انتش رايح هدفك اوكي، الاهلي هدفه طبعا يفوز باي بطوله، بس انا هدفي هنا ان انا يبقى عندي قطاع ناشئين اطلع منه لعيبه حتى لو راحت في الاول. طبعا اكيد صعب شويه ان انت كل لعبه دي اصلا تطلع على الفريق اول مره واحده، طبعا ممكن تروح تلف شويه في انديه الممتاز عشان تاخد الخبره بتاعت الفريق الاول، الخبره البدنيه برضه. احنا اصلا اكيد مثلا اتوقع يعني الماتش اللي جاي هيكون فيه عناصر اساسيه اكتر الماتش ده. يعني انت مش معقول تلعب ماتشين يعني، برضه مهما كان الشباب هم بيلعبوا كوره بانتظام وكلام من ده، بس يعني الايه الاحتكاك بفرق الفريق الاول بالنسبه للمسابقات القطاع الفريق الاول طبعا صعبه جدا على الشباب دول. فطبعا نتمنى ان احنا نشوف بقى الفتره اللي جايه، مش عشان حسابات كاس الرابطه، لكن عشان اعداد للبطوله بتاعه كاس العالم للانديه. ده اللي احنا يهمنا، احنا بنعد وكانها ماتشات وديه بنجرب اللعيبه فيها، او بنعيد اللعيبه الثانيه لاجواء المباريات، واللاعب زي قفشه، لاعب زي حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر، وليد، ياسر، كل اللعيبه اللي عندنا الاساسيه يرجعوا، عشان ما يجي دلوقتي اللعيبه عندك بتاعه المنتخب الوطني او حتى منتخب تونس علي معلول كله يندمج مع بعضه بسرعه، ما يبقاش انت رايح على كاس العالم للانديه وانت اصلا اللعيبه اصلا مريحه بقالها شهر. فمتوقع بشكل كبير جدا، وكابتن اصلا موسيماني قال كده اصلا الفتره اللي فاتت في المؤتمر الصحفي ان هو اصلا هو مجبر على التشكيل ده، لان هو اصلا عنده اصابات كتير، كل الاصابات كورونا يعني، اما كورونا او يعني بعد كورونا يعني. اسمع منك يا عارف. مبدئيا انا بحيي باتسو موسيماني على فكره الدفع بالناشئين، دي فكره ناجحه جدا، لان هدفك من البطوله دي لو ما كانش انك تحاول تخطط حاجه لقدام، فانت ما كانش هيبقى عندك وقت في اي بطوله انك تخطط لقدام. بالظبط، انت ما كنتش هتعرف تشوف الناشئين دي، ولا كنت هتعرف تشوف مغربي المدافع المبشر جدا، ولا هتعرف تشوف زياد الجناح اليمين الخامه مبشره قوي، ولا كنت هتعرف تشوف خليفه، ولا الناس ولا رأفت، ولا الناس اللي احنا شفناها دي لو ما خدش القرار ده. فكره انه يلعب بالناشئين فكره جيده جدا، البطوله في وقت معايا لعيبه دوليين وعندي اصابات كتير، فانا بحاول ان انا اشوف لو ما خدوش معاهم، لو استفدتش منهم انا كالنادي الاهلي هطلعهم اعارات، هياخدوا خبره هيرجعوا استفاد منهم. فهي تجربه مفيده جدا للنادي الاهلي، شفنا فيها خامات مبشره، حطينا ايدينا ان عندنا فعلا قطاع ناشئين نقدر في وقت ما نعتمد عليه وناخد منه لعيبه. انا عجبني جدا مغربي مدافع هايل ومشروع مدافع كويس جدا، هي المجموعه بالكامل يعني، خلينا نتكلم على المجموعه بالكامل يعني. بالاضافه ان انت بتجهز بعض اللعيبه اللي هي بقالها فتره ما بتاخدش، زي محمد محمود، زي حسام حسن، زي صلاح محسن اللي راجع من اصابه، زي بعض اللعيبه ربنا يرجعهم السلامه. والحقيقه انا في محمد محمود تحديدا مهم جدا، لان الناس بتحب محمد وكان بيطالب بوجوده. نعم، وكان بيطالب بوجوده، كانت بتطالب بوجوده. ولكن الحقيقه برضو دي رساله ان محمد يا جماعه بقاله سنتين مصاب، والاصابه دي اصابه الصليبي دي، وترجع وترجع وتجيلك تاني وترجع وتجيلك تاني، الله يكون في عونه يعني. فخلينا نصبر عليه شويه واحده واحده. يا وش انا بحييك كابتن على الكلمتين دول، لان انا ملاحظ في بعض الفئه من الجماهير على السوشيال ميديا بتنتقد جزء، مثلا ان محمد ازاي وزنه زي كل واحد حقه، ان محمد ازاي تمام، بس في نقطة، لكن احنا في ظروف زي ما انت حضرتك قلت، في ظروف. محمد محمود بقى له سنتين فعلا ما لعبش كوره، زي ما حضرتك قلت بقى له سنتين ما حطش رجله في الملعب. دي اول بطوله محمد ياخد فيها، او دي اول وقت محمد ياخد فيه مثلا 90 دقيقه على بعض. فدي فتره مهمه قوي ان محمد بالزبط ياخد فيها بالظبط عشان يرجع يتشاف مع المجموعه الاساسيه، او المجموعه اللي بره اللي مسافره مع المنتخب او اللي مصابه او كده.
لازم محتاج خمس ست ماتشات. الفكره يا كابتن اصلا ان هو كان في ناس كتير جدا يعني للاسف بتلاقيهم بينتقدوا كابتن موسيماني على اساس ان هو مش بيشارك ليه محمد محمود. فهو الراجل حتى قال بشكل واضح يا جماعه الراجل مش جاهز بدنيا. طبعا محمد محمود من اللعيبه الفنيه مش محتاجين كلام يعني، لكنه بدنيا مش جاهز لسه، وده واضح اهو. وده واضح. هو الراجل لسه واحده بيعاد معاه يعني. الراجل بالعكس بيديله بيحبه جدا، هو بيديله فرصه كامله عشان يستعيد لياقته. هي بس كل اللي ينقص محمد محمود اللياقه البدنيه مش اي حاجه تاني. بالتالي الناس عشان برضه دايما احنا في كده ايه انتقاد اللي هو اللي العكس من الموجود. يعني انت مثلا لعبت الناشئين ليه ما تلعبش مثلا الاساسيين ليه؟ اي لو لعبت الاساسيين ده طبيعي، لكن انا عشان شفت لانه محمد الحقيقه من الناس المقربه جدا من جمهور النادي الاهلي، وشفت ان بعض من انا شايفهم بعض من لا يشجع النادي الاهلي الحقيقه هو اللي راح لهذا الاتجاه عشان يسخر الجمهور الاهلي. بالظبط. لكن الحقيقه انا اتجاه صعب وظالم لمحمد كهلا. بالظبط، صعب وظالم خصوصا في ظل، لكن انا اقدر استنى بعد خمس ست ماتشات، اقدر لو وحش هنقول ان هو وحش، لو كويس هنقول ان هو كويس زي ما دايما بنتكلم. لكن في النهايه هو يستحق الحقيقه ان احنا نصبر عليه خمس ست ماتشات طبعا زي ما قعدنا مستنيينه سنتين. هو فنان، خلينا نبقى متفقين، هو هايل رغم ان هو بدنيا مش جاهز، بس محمد الكره في رجله شكلها مختلف. زي انت كده بتحب وليد سليمان تتفرج على وليد بالزبط. سليمان بالظبط، الكره في رجله بتحب تتفرج على كل اللاعبين اللي موجودين الحقيقه. لكن انا بتكلم ليه؟ لان انا شفت على محمد محمود وعلى حسام حسن، خلي بالكم اليومين ثلاثه اللي فاتوا او بعد المباراتين اللي فاتوا ان هم يعني لا او لا، خليهم ياخدوا فرصتهم، خلوا الشباب ياخد فرصته. ناشئين في وسط اتنين كبار زي محمد محمود وحسام حسن، اعتقد ان هيبقى ليهم دور مهم جدا مع الفريق خلال الفتره اللي جايه. حسام حسن من ساعه ما جه ما لعبش تقريبا. بالظبط، تقريبا ما لعبش، دول اول ماتشين يلعبهم 90 دقيقه. ماتش في الكاس نزل منه جزء بس. وبرضه ما ينفعش احكم على حسام حسن من ماتشات في وسط الناشئين. هو اصلا هو اللي بالظبط يعني كده في وسط الناشئين. انا بس اهم حاجه بالنسبه لي دايما عشان الواحد لعب الكوره فانا عارف الدنيا بتبقى ماشيه ازاي هناك، انه انا محتاج العب بس محتاج اخد اول ما هتجيلي اللياقه البدنيه هتلاقي الوقفة مختلفة، هتلاقي الـ حتى الجامب مختلف، هتلاقي التفكير بقى أفضل، هتلاقي كل حاجة أحسن. فلما هياخد 3-4 ماتشات الأمور هتختلف تماما إن شاء الله يعني. ونتمنى لهم يا رب كل التوفيق. وطبعا كالعادة بشكركم على وجودكم معايا النهاردة، بشكرك جدا حنفي، أنا بشكرك جدا عيش، وإن شاء الله نتقابل قريبا، وإن شاء الله يبقى منتخبنا كسب في دور 16 يا رب إن شاء الله. بشكرك جدا على وجودك معايا. شكرا جدا، شكرا جزيلا عيش. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. زي ما شفتوا حضراتكم النهاردة كان المتسابق الثالث اللي بيفوز للسفر إلى كأس العالم للأندية، النادي الأهلي ومونتيري مع قناة النادي الأهلي، إن شاء الله 3 أيام في رحلة في الإمارات لمشاهدة المباراة. استعدوا هذا الأسبوع زي ما حضراتكم شفتوا السؤال من شوية، إن شاء الله تجاوبوا، وإن شاء الله يوم الأربعاء القادم يكون معنا المتسابق الرابع. قدامكم أسبوع من النهاردة لغاية يوم الأربعاء اللي جاي، إن شاء الله الأربعاء اللي جاي يبقى نختار من سيفوز أو من سيكون المتسابق الأخير اللي هيكون معنا في كأس العالم للأندية. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله أشوف حضراتكم على خير يوم الأحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير.